أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة من الآن، والتي بالطبع سنسلط فيها الضوء على تداعيات كورونا في مختلف دول العالم. سنبدأ هذه الجولة من فرنسا. ذكر بيان للرئاسة الفرنسية إن مناقشات جارية لاجتماع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو كونفرنس لإجراء محادثات تتناول كيفية معالجة تأثير تفشي فيروس كورونا في مناطق الصراع. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن فكرة توقف القتال لأسباب إنسانية يجب مناقشتها بوضوح في مجلس الأمن، وأنهم يأملون أن يتم هذا الاجتماع حتى تحقيق نتائج إيجابية في هذا المسار بالطبع. يذكر أن وزارة الصحة الفرنسية قالت إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع إلى 61% إلى 6507 أشخاص خلال يومين، وذلك بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض إلى 44% إلى أكثر من 82,000، مما جعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين. وأوضحت الصحة الفرنسية إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه فيها في دور المسنين تجاوز 17,000 حالة، بالمقارنة مع أكثر من 14,000 حالة قبل يومين عندما تم إعلان بيانات دور المسنين لأول مرة. عبر سكايب من باريس للمزيد من المناقشة في هذا الشأن ينضم إلينا الدكتور أنطوان أشقر، أستاذ الأمراض الصدرية. دكتور أنطوان، برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. بداية، لو تطلعنا أكثر على مستجدات الأوضاع الصحية في باريس. صباح الخير للجميع. نحن في نهاية هذا الأسبوع ننتظر الذروة الناتجة عن هذا الوباء، وهذا نعتقد أنه نتيجة الحجر المنزلي منذ 3 أسابيع تقريبا. فرنسا دخلت الحجر المنزلي الإجباري منذ 16 آذار، وكما نعلم أن حضانة هذا الفيروس تمتد إلى 14 يوم. نحن الآن نعتقد أننا دخلنا هذه الذروة، لهذا نرى أن الإصابات كبيرة، وأن المستشفيات الفرنسية وخاصة مستشفيات باريس وضواحيها والشرق بالمصابين بالفيروس كوفيد 19، وخاصة الأقسام العناية المركزة والفائقة. طيب دكتور، ننتظر أن تخف الإصابات أو دخول المرضى عبر الطوارئ ابتداء من الأسبوع المقبل، ولكن هذا مبدئي تقديري وليس مؤكد. نعم. طيب دكتور أنطوان، يعني كيف يتم التعامل مع هذه الأعداد؟ يعني كما نتابع جميعا، يعني البنى التحتية في فرنسا وخاصة البنى التحتية الصحية لا تتحمل هذه الأعداد. بصفة حضرتك دكتور وتتابع ذلك عن كثب وبشكل أقرب، لو تنقل لنا الصورة، كيف يتم التعامل؟ على أي أساس؟ ما هي العقارات؟ يعني خطة العلاج كيف تسير؟ سيدتي، المستشفيات الفرنسية جميعها تشارك في استقبال المرضى. قلبنا رأسا على عقب طريقة عملنا، بمعنى أننا افتتحنا أقسام مخصصة للمصابين بفيروس الكوفيد 19، وهذه الأقسام تمتلئ يوميا بهؤلاء المرضى، أكانت مع عناية أو غير عناية فائقة. جميع المستشفيات الفرنسية بما فيها الحكومية والخاصة افتتحت أقسام مخصصة لاستقبال هذه المرضى، بمعنى أن جميع الحالات التي يمكنها العودة إلى المنزل غير المصابين بالكوفيد 19 نخرجهم من المستشفى تحت مراقبة هاتفية وفيديوية مشتركة مع طبيب العائلة لمراقبتهم. وعندما يأتينا مرضى عبر الطوارئ لهم عوارض سريرية تشبه فيروس الكوفيد 19، إن لم يكن لهم أي ضيق تنفس نعاود إرسالهم إلى المنزل تحت المراقبة المستمرة عبر الهاتف أو الفيديو، ونطلب منهم البقاء في الحجر المنزلي، أن يعودوا إلى المستشفيات ويدخلوا المستشفيات الأقسام المخصصة للكوفيد
فقط عندما يكون عندهم ضيق تنفس، وعندما يشفون أو يتحسنون، عندما أوضاعهم الصحية تتحسن نرسلهم إلى المنزل تحت المراقبة الطبية المستمرة. فرنسا افتتحت أعداد كبيرة هائلة، فرنسا انتقلت من 5000 سرير قبل الأزمة عناية فائقة إلى 14500 سرير. إن جميع المستشفيات تشارك، وإن إلغاء العمليات الجراحية الغير ضرورية سمحت لنا بإعادة استعمال آلات التنفس التي تستعمل في غرف العمليات. وفرنسا تحاول وتدفع جهدا كبيرا لهذا على كافة الأراضي الفرنسية لاستقبال المرضى. أعطيك مثلا أن تفضل. عندما تكون مناطق معينة امتلأت مستشفياتها بالمرضى، يتم نقل المرضى عبر الطائرات العسكرية، عبر الهليكوبتر، عبر القطار السريع إلى مناطق أقل وباءً لاستقبالهم ومعالجتهم. كما أرسلت فرنسا بعض المرضى إلى الدول المجاورة، كانت ألمانيا أو سويسرا أو النمسا أو لوكسمبورغ. طيب دكتور أنطوان، يعني بشكل عام كوفيد 19 أو فيروس كورونا أظهر وجه آخر من العالم، يعني أصبحت مناطق القوة ليست ببناء الترسانات الدفاعية وغيرها. هل من الممكن أن حال تخطينا هذه الأزمة نجد أن دول مثل فرنسا بالأخص، لأنها من أكثر البلدان في أوروبا عانت من هذا الفيروس، هل ستتغير وجهة نظر فرنسا حيال البنى التحتية الصحية؟ هل ستهتم أكثر بملف الصحة؟ هل هذه ماذا ستغير هذه الأزمة تحديدا في الداخل الفرنسي؟ هذا طبيعي، وقد أعلن عنه رئيس الجمهورية سابقا، أن إعادة تموضع أو إعادة دراسة الوضع الصحي ما بعد هذه الأزمة سيكون حتما ضروري. فرنسا، أنا أريد أيضا أن نركز على شيء، أن جميع مرضى أو جميع المصابين بفيروس الكوفيد 19 كانوا مرضى أم لا، هم على عاتق الضمان الاجتماعي، وهذا غير متوفر في كل بلدان العالم. فرنسا، الضمان الاجتماعي الفرنسي يعالج جميع المصابين بفيروس كوفيد 19 أكانوا في المنازل أو في المستشفيات على نفقته 100%. هذا ليس موجودا على ما أعتقد في بقية الدول أو في أي دول أخرى. إنما النظام الصحي الفرنسي لهذا الأسباب هو مكلف جدا. فرنسا منذ 10 سنوات خففت من عدد أسرتها وعدد من جهاز الصحي بسبب العامل الاقتصادي، لأنه مكلف. التطبيب في فرنسا مكلف جدا جدا جدا. أعطيك مثلا، نهار استشفائي بفرنسا في القسم الطبي العادي هو 1000 يورو، إنما في العناية الفائقة هذا النهار تكلفة هذا النهار تنتقل إلى ما فوق الـ2000 يورو. أنا لا أتكلم عن الحالات الآن لكوفيد 19، إنما في السابق، وهذا مكلف جدا ولكن الآن للجهاز المريض في الصحي. فرنسا دكتور أنطوان، يعني تكلفة علاجه تكون على نفقة الحكومة الفرنسية أو على نفقة الدولة الفرنسية؟ تكون على نفقة الضمان الاجتماعي نعم. الفرنسي الذي هو جهاز حكومي طبعا، يعني 100%. الآن حتى نوعا ما الاستشارات الطبية، حتى الاستشارات الطبية الحالية هي 100% على نفقة الضمان الاجتماعي نعم دون أي نفقة للمريض. يعني نوعا ما يعني الحكومة الفرنسية أو الدولة الفرنسية اختارت الصحة الإنسانية على حساب اقتصادها. نعم طيب نعم وهذا سيكلف الاقتصاد الفرنسي على الشعب الفرنسي، علينا نحن المقيمين في فرنسا بعد هذه الكارثة أن نعمل لإنعاش هذا الاقتصاد الذي سمح لنا
أقول سمح لكافة المواطنين على الأراضي الفرنسية، نعم أكنت فرنسية أو غير فرنسية، للعلاج دون أي نفقة شخصية. أنا أعطيك مثلا، عند انتقال سيارة إسعاف واحدة من السمو من مستشفى إلى آخر، أو عند خروج هذه السيارة، التكلفة هي تقريبا 2500 يورو على نفقة الضمان الاجتماعي، هذا مكلف جدا. طيب دكتور أنطوان، يعني لنتحدث أكثر عن لقاح أو علاج لكوفيد 19. الكثير من البلدان كما تتابع بالطبع هناك تنافس على خروج لقاح أو عقار لكوفيد 19، ولكن الحديث دائما ما يكثر عن أن هذا اللقاح أو العقار سيستغرق 8 أشهر إلى عام لانتشاره في الأسواق حال تم ابتكاره أو اختراعه. هل العالم الآن بات قادر على استيعاب هذه المدة؟ لا حل لدينا إلا هذه المدة، حتى كما تعلمون كما يعلم الجميع أن جميع الباحثين وجميع المختبرات تعمل ليلا نهارا لإيجاد أو علاج أو لقاح. عندما منذ يومين بجامعة بيتسبرغ اكتشفوا أو استطاعوا عزل البروتين الخاصة التي يستعملها الفيروس لدخول الخلية والتكاثر، إن عزلها وحقنها تحت الجلد عند الفئران نعم أثبتت أن الفئران تفرز مضادات تحميها من إصابة بها الفيروس. هلأ ستنتقل الأبحاث من عند الحيوان إلى عند الإنسان، ومبدئيا علينا إجراء البحث عند غير المصابين، نعم عند الشخص الذي يقدم نفسه أو يقدم جسده لهذه الأبحاث، لمعرفة إذا كان جسم الإنسان سيفرز مضادات تحميه من الإصابة بهذا الفيروس. طب وهل هذا دكتور أنطوان يتطلب من خلال وقتا. متابعتك هذه الأبحاث تسير بالتوازي مع انتشار هذا الفيروس بنفس الوتيرة أم ربما هناك تأخر نوعا ما؟ لا تسير نفس الوتيرة. نحن نذكر المشاهدين أن اكتشاف هذا الوباء منذ 3 أشهر فقط وليس منذ سنوات. نعم هذا الفيروس الجديد حتى لو كان من فصيلة الكورونا فيروس، نحن بالفعل أو الباحثون عندهم معلومات عن الأخوين لهذا الفيروس، عن المارس وعن السراس اللي انتشر بالصين وانتشر بالسعودية، نعم واستطاعوا بوقت قليل يعني منذ 3 أشهر جميع المختبرات تعمل ليلا نهارا لإيجاد هذا العلاج. وأنا متأكد أن الباحثون أن العلماء سيكتشفون لقاح بأسرع وقت، وأتمنى أن تكون التجارب عند الشخص الغير المصاب إيجابية لكي نتخلص. ولكن أريد أن ألفت نظر المشاهدين أن تفضل. هذا اللقاح لن ينفع حاليا، سينفع في السنين المقبلة، في السنة المقبلة أو بعد سنتين، حتى لا نصاب أو حتى الغير مصيب لا يلتقط هذا الفيروس. وقائي يعني هذا تعني؟ لقاح، وقاية، نعم. نعم. طيب دكتور أنطوان، يعني أخيرا وسريعا لدي استفسار أخير. هناك أيضا طريق آخر تم يعني فتح في مجال وجود علاج لفيروس كورونا، وهي بلازما الدم للمتعافين من كوفيد 19. إلى أي مدى برأيك من الممكن أن تساهم هذه أو هذا الطريق أو هذه يعني بسمة الأمل التي وجدت مؤخرا في علاج بعض الحالات؟ هذا أيضا بسمة أمل مثل ما تفضلت وذكرت، ولكن يتطلب أيضا وقتا. نحن نستعمل الإيمينوجلوبولين، الإيمينوجلوبولين هي جسم مثل مضادات يفرزها، ممكن استعمالها عند أشخاص مصابين وعندهم نقص بهذه الإيمينوجلوبولين لمساعدتهم على الشفاء. وهذا يتطلب أولا جهدا كثيرا وخاصة إنتاجا كثيرا، يتطلب وقت، يعني نقدر نسحب مضادات من أشخاص أصابوا وأفرزوا هالمضادات، بدها مراكز نعم متطورة ليست موجودة في كل البلدان، هل يكون الواحد معه خبر بهالأشياء، ولكن يعني بدها يعني مراكز لا مختبرات أدري إن كنت متطورة. أتحدث صحيح أم لا، يعني لو تصحح لي، إسبانيا بدأت في تطوير هذه البلازما.
نعم نعم بوتسوانا بدأت، أمريكا بدأت، أوروبا بدأت، ولكن هذا يتطلب وقت ويتطلب عدد كبير نعم من المصابين الذين شفوا لاستخراج من دمهم أو من مصلهم هؤلاء المضادات. نعم هذا يتطلب جهد، مثل مثلا المتطوعين للدم نعم نفس الشيء، يعني المتطوع بده يروح عند مركز استخراج الدم يتطوع يتبرع بدمه ليقدروا يسحبوا من هذا الدم أو هذا المصل المضادات. نعم دكتور أنطوان أشقر أستاذ الأمراض الصدرية كنت معي عبر سكايب من باريس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.